مساء الخير على كل مشاهدي كار لايف قناة القاهرة 24، معاكم محمد الرمادي من القاهرة 24. بنرسل لحضراتكم تفاصيل مسؤول شيرين عبد الوهاب أمام جهات تحقيق اليوم، وقرار طبعا عاجل من جهات التحقيق وصلت يعني في الساعة الماضية أو الساعات الماضية شيرين عبد الوهاب لجهات التحقيق لسماع أقوالها في البلاغ المقدم منها ضد طليقها حسام حبيب للرد على اتهامات موجهة ضدها. طبعا بعد وصولها وكان طبعا معها دفاعها، قدمت مطربة شيرين عبد الوهاب تقريرا طبيا لجهات التحقيق يكشف تفاصيل الإصابات التي تعرضت لها بعد اتهامها للمطرب حسام حبيب بالتعدي عليها وضربها، وبعد ما حررت محضر في قسم شرطة التجمع. التقرير الطبي لشيرين عبد الوهاب قال انها مصابه او جاء بانها مصابه بكدمه في العين وجرحين بالانف والراس، وجاء في التقرير الطبي ايضا ان المطربه شيرين عبد الوهاب مصابه بكدمه في العين اليمنى وجرح سطحي في الانف وجرح قطعي في الراس بطول 3 سم وخدوش بالساعد الايسر وجروح سطحيه. مثلت النهارده شيرين عبد الوهاب وما زالت طبعا موجوده في النيابه لاستماع لاقوالها، ومعاها موجود 4 محاميين وشاهد، حيث استعانت بالشاهد لتاكيد روايتها في الواقعه بعد ما اتهمت حسام حبيب في محضر رسمي قسم شرطه التجمع الخامس بالتعدي عليها وسرقه بعض من الاشياء بتاعتها. كانت طبعا وصلت تحريات المباحث حول واقعة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب إلى جهات التحقيق، وذلك بعد اتهام شيرين لطليقها بالتعدي عليها وإصابتها داخل استوديو بالتجمع. طبعا التحريات قالت أن شيرين بها إصابات، يعني ضمن التحريات اللي جاءت. طبعا جهات التحقيق طبعا كانت في وقت سابق طلبت سرعة التحري حول الواقعة زي ما قلت لحضراتكم، واستدعاء شيرين عبد الوهاب للاستماع لأقوالها بعد إخلاء سبيلها بضمان، واستدعاء المضرب حسام حبيب إلى جلسة تحقيق بعد إخلاء سبيله بضمان مالي على ذمة التحقيق لاتهامه بالتعدي على شيرين عبد الوهاب. طبعا النيابة طلبت شيرين مرتين، ولكن شيرين طبعا كانت تم نقلها إلى المستشفى، والنهاردة قدمت تقرير للنيابة لجهات التحقيق بتقول لهم إن أنا كنت تعبانة وإن ده التقرير، والتقرير زي ما قلت لحضراتكم جاء بإنها تعاني من كدمة في العين وجرحين بالأنف والرأس، وطبعا كدمة في العين اليمنى وجرح سطحي في الأنف وجرح قطعي في الرأس بطول 3 سنتي وخدوش بالساعد الأيسر وجروح سطحي. كمان على جانب آخر خلينا أقول لحضراتكم أنه المطرب حسام حبيب أدلى بأقواله أمام جهات التحقيق بعد تحرير الفنانة شيرين عبد الوهاب محضر ضده تتهم بالتعدي عليها زي ما قلت لحضراتكم، وطبعا التاني استعان بعدد من الشهود على الواقعة. خليني برضو أقول لحضراتكم إن جهات التحقيق طلبت أحد الشهود للاستماع لأقواله طبعا في الواقعة، وزي ما قلت لحضراتكم انه حسام حبيب مثل امام جهات التحقيق وطبعا ادلى باقواله، وبعد تحرير شيرين عبد الوهاب ضده محضر تتهم بالتعدي عليها بالضرب وسبها، وقال حسام حبيب حاول ان هو يتقدم بدفوع في اتهام شيرين عبد الوهاب بالتعدي عليه، واستعان كمان بشهود عيان على الواقعه وأرفق مقطع فيديو وعدد من الصور تثبت صحة موقفه في القضية أو تثبت صحة الكلام اللي هو بيقوله. طيب حسام حبيب قال إيه في التحقيقات؟ حسام حبيب قال إن خناق
الخلاقة، هو مش طرف فيها، الخناقة بينها وبين بنتها، وانه هيطلب شهادة بنتها وهي عملت في بنتها حاجة. لما الناس هتعرفها شيرين هتنتهي عند الناس، لان اللي يهون عليه ضناه يهون عليه اي حد في الدنيا. ولما شفت المنظر ده كان لازم اجي واشيل هنا من تحتها ولازم ابصر. كمان قال اللي مؤثر فيه اكتر انه قلت لهنا، قلت لها روحي تكلمي مع مامتك، وجبت الاثنين وقلت لهم يا هنا دي مامتك ولازم تحترميها، وجبت شيرين وقلت لها دي بنتك وخلي كلامك كلامكم بينكم وبين بعض. وطلعت لقيتها قفلت الباب بالمفتاح والباب ازاز، وفضلت اخبط محدش بيفتح لحد لما شفت منظر مش قادر انساه، فكسرت الباب ودخلت اخدت البنت وكلمت باباها وقلت له لازم تيجي تاخدها وتيجي بنفسك، مش هبعتها مع حد، وارجوك ابعدها عن الشخصية دي. طبعا كانت جهات التخطيط في الوقت ده اصطحبت المطرب حسام حبيب لمعاينة الاستوديو محل الواقع، واقعة الاتهام، واقعة الفنانة شيرين عبد الوهاب بالاعتداء عليها وتكسيرها مما اسفر عن اصابتها طبعا. وقررت جهات التخطيط برضو في هذا الوقت استدعاء شيرين عبد الوهاب. النهاردة شيرين وصلت ظهر اليوم وتجري جهات التحقيق الاستماع لأقوال الفنانة شيرين عبد الوهاب في الواقعة زي ما قلت لحضراتكم. وحضر معاها 4 محامين موجودين معاها في جلسة التحقيق اللي طلبتها فيها جهات التحقيق لتستمع إلى أقوالها في المحضر اللي قدمته، وقالت فيه إن حسام تعدى عليها وخد بعض الأشياء أو سرق بعض الأشياء. النهاردة جهات التحقيق شيرين عبد الوهاب مثلت أمام جهات التحقيق، استعانت بشهود للواقعة، قدمت تقرير طبي بيقول إن هي بتعاني من كدمة في العين اليمنى وجرح في الرأس 3 سنتي، وطبعا شوية كدمات في وشها زي ما قلت لي حضراتكم. وأرفقته شيرين عبد الوهاب وطبعا أثبتت إن هي كانت داخل المستشفى. وامبارح طبعا مصادرنا في القاهرة 24 أكدت إن هي اتنقلت للمستشفى. وطبعا حضرت النهاردة التفاصيل. طبعا جهة التحقيق طلبت احد الشهود للاستماع لاقواله زي ما قلت لحضراتكم علشان تقارن بين كلام شيرين، وعلشان طبعا تسمع لهذا الشاهد زي ما سمعت لاقوال حسام حبيب والشهود بتوعه زي ما قلت لحضراتكم. احنا متابعين مع حضراتكم هذه التفاصيل، وقلنا نقول لحضراتكم المستجدات، وزي ما عودنا حضراتكم بنتابع مع حضراتكم كل قضية لحظة بلحظة منذ بدايتها لحين انتهائها. ايه المستجدات؟ لسه هنتابع مع حضراتكم لو في تفاصيل جديدة. طيب شيرين عبد الوهاب فين دلوقتي؟ للناس اللي بتسأل، شيرين عبد الوهاب موجودة امام جهات التحقيق يعني بياخدوا اقوالها في هذه الواقعة اللي اتهمت فيها حسام حبيب بالتعدي عليها. وحسام حبيب قال في أقواله بعد ما جهات التحقيق أمرت بإخلاء سبيله بكفالة، طبعا قال إنه أنا مش طرف في القصة ومش طرف في الموضوع مش طرف في الواقعة، وكل القصة إن الخلاف بينها وبين بنتها، جبت بنتها وقلت لها دي أمك ما ينفعش تعملي فيها كده، وجبت الأم وقلت لها دي بنتك ما ينفعش تتعامل معها كده، وتكلموا مع بعض لحد لما لقيت شيرين دخلت جوه الأوضة وقفلت بالباب، والباب كان إزاز، حاولت إن أنا أدخل. طبعا بعد كده لقيت البنت يعني الأم اتعدت على بنتها، وشفت حاجات لو قلتها الناس مش هتقدر شيرين عبد الوهاب تاني. ده على حسب كلامه اللي قاله في التحقيقات. هنتابع مع حضراتكم التفاصيل، هنتابع مع حضراتكم المستجدات في قضية شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب. زي ما قلت لحضراتكم شيرين ما زالت تمشي امام جهات التحقيق، جهات التحقيق استدعت
شاهد للاستماع لأقواله. طبعا شيرين قدمت تقرير طبي وقالت الواقعة واستمعت جهات التحقيق ليها واستعانت بشهود لتأكيد صحة الواقعة. شكرا لكل مشاهدي القاهرة 24 في كل مكان.